طول عمري ناجحة وطول عمري واثقة من نفسي. والنجاح ما يصير إلا على مجهود غيرك. أنت شلون تحسين بلذته؟ أنا عمري ما سمعت كلمة سنعة، حتى أمي عمرها ما شجعتني على شيء، وكاهي قعدت تلبس أحسن لبس وترفع راسها وتقول بنتي رحاب. أبوي أول واحد كان واقف ضدي، الحين من يحتاج شيء ولا يبي واسطة أكيد بسبة اسمي لازم أكلم له فلان وعلنتان. رفيجاتي اللي طول عمرهم يضحكون علي، الحين شوفيهم ياخذوني بالأحضان. ليش؟ بسبة العيادات والمطاعم اللي يستفيدون منها بسبتي. أنا ما نجحت عشان أتلذذ بالنجاح، لا، أنا نجحت عشان أكسر كل عين قالت إني أنا ما أقدر أكون ناجحة. للأسف رحاب، أنت ما استغليتي الغضب والطاقة اللي فيك بشكل إيجابي. بدال لا تتطورين، تتعلمين، تتدربين عشان توصلين المكان اللي أنت فيه، رحت أخذتي الطريق السهل. وبدال لا تكسرين عيون الناس اللي وقفت ضدك، رحت أخذتي أحلام وآمال ناس بسيطة. صدقيني رحاب، مو كلهم راح يسامحونك. ما أبي شيء منهم ولا أبي أحد يسامحني. بعد ما يصير الغلطان ما يبي يتحاسب، وبالذات المسكين المظلوم يبي اللي ياخذ حقه. ما عندي شيء ياخذونه. لا، عندهم وايد أشياء. أنا آسف رحاب، بس إذا أنا خليتش تاخذين حقوق الناس باكر 10 غيري يسكتون ويخلون أشكالك ياخذون راحتهم. نسيت أقولك، أنا أبوي عبد الرزاق التيجان، يعني إذا بسوي عرس الصبح ببرج بيزا والعصر بقصر بيكنغهام أقدر.